عارف واحده تانية كان ممكن اسامحه، كان ممكن اقول نزوه. وعايز اسالك، وانت لما تخرج يعني انت بعد ما خرجت دلوقتي هتشتغل ايه؟ احنا قلنا اللي بيفوت ما بيرجعش، بس ممكن اللي جاي يكون احسن. وانا ما اقدرش بعد اللي انا وصلت له اتجوز سواق، ممكن ارجع عليه. اديني فرصه اتكلم، انا ممكن ارجع، بس هات لي الست سنين اللي فاتوا من عمري احل لك موضوع الشغل. انا اوريدي بشتغل وكويسه في شغلي وبكسب منه جدا، انت تقعد في البيت بقى عشان انت مش هينفع تشتغل عشان انت عندك سابقه. وانا ست سنين دول يعني انت تستاهل، انت غلطت غلط كبير فانت تستاهل. اما اجي ادخلهم مدرسه او عايزه ادخلهم مكان كويس، مين ابوهم؟ ابوهم عنده سابقه توك يعني توك. كل حد عنده سابقه ما بيشتغلش. هتسوق توك توك ولا ايه؟ لا هدور على شغل كويس. عندي فين؟ مفيش حد في مكان محترم يقدر. لا كتير حد يشتغل كتير عنده كتير سابقة. لا في كتير. قول لي مين. لا في كتير. انت ممكن تشتغل على توك توك، ممكن تبيع حاجه على الرصيف، لكن ان انت تشتغل في مكان محترم مش ممكن، محدش هيتقبلك. حاجه هقول لك كلمتين. موقفك دلوقتي زي ما قلت لك ضعيف، انت حتى ملامحك بقت ضعيفه. ما تكسري فيه خلاص. لا انا اتوجعت، اتوجعت فانا لازم اوجعه. حضرتك بتقول لي الملايين شايفاه. مش قصده كان يوجعك. لا ممكن ما يبقاش بيتاجر، بس ممكن يبقى فيها وجع من ناحيه تانية باي طريقه تانية. انا ناجحه في شغلي يعني عمل لك مفيش حد دلوقتي ما بيغلطش، كل بني ادم بيغلط. في واحد يغلط غلط ممكن يعدي ما يوجعش حد تاني، كل واحد حر ان هو يغلط لنفسه لحاله، لكن مفيش حد اداك الحق ان انت اما تغلط تضر اللي حواليك. مين اداك الحق ده؟ انا عارف ان انا ضريتك وضريت نفسي. انا عارف ان انا ضريتك وضريت نفسي، بس انا غلطت واخدت جزائي. انت عارف يعني ايه حد دخل سجن؟ يعني هيخلف ولاد ازاي؟ دي حاجة بقت في تاريخك وتاريخي لو ارتبطت بيك. ليه ما تقوليش ان اللي جاي ممكن يكون احسن من اللي فات؟ احسن ازاي وبقى انت دخلت السجن؟ حازم رجع لي الست سنين من عمري اللي فاتوا. ست سنين يعني. نعم. لو حد بعد عن حد شهر بتلاقيه اتغير. صحيح. بس ست. يعني انت عاتبة عليه لانه بعد عنك ست سنين؟ لا مش بعتب عليه في كده. ست سنين مش الملامح بس كمان اللي اتغيرت. مش الملامح وشو مش اللي اتغير؟ كل حاجه اتغيرت طول ست. هل ظلمت انت ولا لا؟ انت وما ظلمتش. عارف انا بحبها. قالت له بدك تشتري لي حشيش لزوجي. قبض عليه وضليها قبض عليه. مين ابوهم يرجع لي الست سنين اللي فاتوا؟ علاقة بالانتماء الانساني وبالتربية وبالثقافة. أهلا وسهلا فيكم ببرنامج المسامح كريم. أهلا بحازم. ازيك حبيبي؟ تفضل تفضل يا حازم، كيفك؟ الحمد لله تمام. طمني عنك. الحمد لله تمام. يعني أنا قلت القصة عادية بس هي الحقيقة مش عادية. مش عادية يعني. قريت شوي قصتك ملخصها قبل ما ندخل على استوديو. هل ظلمت انت ولا لا؟ هو انا ظلمت وما ظلمتش. انا خليني اخبر المشاهدين قصتك. حازم شاب جامعي خريج كليه تجاره ولكن ما لقى شغل، راح اشتغل كسواق بسيارات ليموزين، يعني سوار سيارات فخمه وزبائن هيك برجوازيين بياخذوا هذه السيارات. بس اثناء عمله كان في سيدي، مش رح أقول جنسيتها، مش مصرية. هالسيدة طلبت منه باعتباره سواق وعنده ليموزين وبيعرف مصر، قالت له بدك تشتري لي حشيش لزوجي. صار زوجها مدمن. راح الشاب على طيبته لأنه بمصر حبايب وبيحبوا يخدموا وما بيقولوا لأ للزبون. بقى راح جبله اشترى حشيش، ولكن في طريقه إليها قبض عليه وضبط الحشيش معه، اعتقل، أودع في السجن وأخذ عقوبة 6 سنوات. أثناء العقوبة طلع من السجن لفترة أثناء الثورة،
ثم رجع قبض عليه وأكمل ما تبقى له من 6 سنوات عقاب. الآن خرج. بس القصة مش هون، القصة كلها حتى أقول أنه قبل ما يدخل إلى السجن كان خاطب، كان خاطب بنت اسمها أماني، في قصة حب بينه وبينها وناويين على الزواج، ولكن أماني لما عرفت، سمعت بالخبر وعرفت أنه ضبط بمسألة حشيش ومخدرات ومش عارف، ما عادت سألت عنه ولا حتى زارته في السجن. 6 سنوات طلع من السجن، جاي اليوم على هذا الاستوديو لحتى يقف أمام أماني أولا ويقف أمام الجميع، لحتى يقول لأماني، مش يعاتبها بس يقول أنه أنا ما زلت بحبك وأنه أنا مستعد أتزوجك، مش هيك؟ في شيء تاني؟ لا. أنت خبرني القصة. طب عبيط أنت تروح بتقلك تروح اشتري لي حشيشة بتروح تشتري حشيشة؟ يعني مش عبيط، هي بجد ما طلبت مني الطلب ده وكانت رددت في الأول، بس جت أغرضتني بمقابل مادي فجبته لها، وأثناء لما جبته لها هي راحت هي اللي سلمتني بيهم، مش أنا قبض عليا، هي اللي سلمتني بيهم. هي سلمتك كيف؟ هي اللي سلمتني للشرطة بيهم. كيف بقى؟ كانت مبلغة عني. وشو السبب؟ مش عارف، مع إني ما عملتش معاها أي حاجة يعني. كانت أول مرة إن أنا أجيب حاجة زي كده. وهي الشرطة ما تعاطوش معاها؟ لا. والحشيش وين راحت؟ أنت ما سلمت الحشيش؟ لا كان معايا، هي أثناء وأنا بديهولها. كيف عرفت إنه هي وشت بك يعني؟ إن أنا رحت لقيت الشرطة مستنياني. والست أنا رحت لقيت الشرطة من نفسها مستنياني. والست وين كانت؟ كانت موجودة برضه. كانت موجودة. أنكرت إنه مش هي طلبت منك؟ لا هي ما أنكرتش وما كلمتش خالص، هم خدوني ومشيوا. خلاص على كده، ما شفتهمش بعد كده. والكمية كم كانت كبيرة؟ كان كيسين. كيسين يعني كم كمية؟ يعني كان الكيس كان ربع كيلو. ربع كيلو؟ أوف. يعني الكيسين نص كيلو. كم تمنهم هم؟ كان تمنهم ساعتها 2500 جنيه. جنيه. قبل 6 سنوات. يا سيدي انت هلأني هاي قصة تانية. ما لا ايدك دي المكبس نزل على ايدي وانا في السجن ولسه بعدك مضمدها؟ ما عايزة عملية. عايزة عملية؟ مش هتعمل لها عملية؟ ما لسه شوية. لسه شوية؟ ناطر حتى تشتغل وتقدر تدفع العملية يعني؟ ما عندكش فلوس؟ لا لسه، لسه خارج بقالي بتاع شهر دلوقتي او شهر ونص. بقالك شهر؟ وكنت اثناء وانا قبل ما اخش السجن كنت خاطب. ما هذا اللي حكيناه. انت كنت خاطب وهلا رجعت جاي طلبت منا انه ندعو خطيبتك اللي اسمها اماني. اماني. وبس انت سالت هل اماني بركي انخطبت بركي تزوجت 6 سنوات؟ لا ما انا سالت عرفت ان هي لسه ما اتجوزتش. لسه ما تزوجت. بس بتعتقد بعدها بتحبك يعني بعدها بتعزك؟ يعني كان بينا حب كبير والله، كنا متمسكين ببعض. نظرتك بالسجن؟ هي لما شافت اللي حصل لي زعلت. ازاي انا اعمل حاجه زي كده؟ انا طبعا ما كنتش متوقع ان انا اعمل حاجه زي كده. تعشمي فيك انك انت ارفع من هيك وما تتعاطى بهالمسائل. فممكن تقول انت ما بتتعاطى مخدرات، ما بتتعاطى حشيش. لا لا انا بقول لحضرتك دي كانت اول مره. نعم. ان انا اعمل حاجه زي كده. نعم نعم. فزول بقى صدمت. ما كانتش متوقعه. هلا شو بتتوقع منها؟ يعني كل اللي بتوقع منها ان هي تسامحني. نعم. ان هي عارفه ان انا بحبها. طيب. ومتمسك بيها ان شاء الله خير. ان شاء الله. انا وجهت لها الدعوه لاماني، خلينا نشوف اذا قبلت هذه الدعوه، نطلع سوا. اهلا استاذ، احنا دلوقتي رايحين الهرم عشان نسلم دعوه الحضور لاستاذ اماني القانوني. استاذ اماني قبلت الدعوه جايه ان شاء الله. اهلا باماني. حضرتك حبيبتي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. شو اخبارك اماني؟ تمام الحمد لله. عنك. خير الحمد لله. كيف حياتي؟ كيف تمام. امورك؟ الحمد لله. بشكرك على ثقتك، جيتي انت مش عارفه شو هالبرنامج ولا شو سبب دعوتك، ما هيك؟ في المقام الاول عشان امين حضرتك. الله يخليك. سيام. وانا مقدر هالشيء. وأشكرك يا ستي. في شخص بتأذي عليه أنت، طلب مني أن أدعوكي. بقى دعوتك
بتشوفي انت القرار دائما عندك. لذلك اذا بدك تعرفي مين لازم تطلعي بالشاشه هناك. عرفتي؟ تغير عليكي؟ 6 سنين. 6 سنين. شو الملامح بس كمان اللي تغيرت؟ مش الملامح؟ وشو مش اللي تغير؟ كل حاجة تغيرت طول 6 سنين يعني. نعم. لو حد بعد عن حد شهر بتلاقيه تغير. صحيح صحيح. دول بس ست... يعني أنت عاتبة عليه لأنه بعد عنك 6 سنين؟ لا مش بعتب عليه في كده. نعم. أنا بعتب عليه عشان هو عمل كده. آه صح. لكن أنا مش لو كان هو بعد بأي طريقة تانية أو لأي سبب تاني كنت هتوجع. آه بس مش زي ما هو عمل، فالوجع هنا أكبر. آه توجعتي أكتر. أكيد. يعني أنت ما كنت متوقعة منه هالشي؟ لا. على كل حال شوفي هلأ ني هاي مناسبة توضحي كل الصورة أنت وياه وهو يوضح لك. بس هو قبل بعت لك رسالة، بس اسمعيها. تفضل. أنا بعرف في 6 سنوات يعني ما بدي أسألك أنت شو تغير بحياتك، ممكن يكون في حدا غيره صار بحياتك، ممكن تكوني خاطبة، ما بعرف، ما سألتك. بس هو بيقول لك حبيبتي الوفية أماني، وحشتيني وكل يوم بعيد عنك كنت معايا فيه. أنا عارف إنه صدمتك فيا كانت كبيرة وأنا غلطت فعلا، بس غلطتي إني كنت ساذج، لكن أقسم لك إني ما كنتش بتاجر في أي ممنوعات. على العموم أنا دفعت ثمن غلطتي وعارف إنك دفعتي أنت كمان، لكن برضو عارف إنك حتصدقيني زي ما عارف إنك لسه بتحبيني زي ما أنا بحبك. أنت طول عمرك جدعة ومش بتخافي من كلام حد، فخليني أثبت لك إني تعلمت من غلطتي وخلينا نرجع زي ما كنا، مش مهم كلام حد لو أنت حتصدقيني. كفاية 6 سنين من عمرنا ضاعوا، وخلينا نكمل العمر كله سوا. أنا بعتذر لك قدام الناس كلها عن كل الوجع اللي سببته لك، وبوعدك إني عمري ما ححقرك تاني، بس نفسي تديني فرصة تانية وتسامحيني. والمسامح كريم. أنا ممكن أصالحه بس بشرط يرجع لي 6 سنين اللي فاتوا. يرجع 6 سنين؟ يجيب لي 6 سنين من عمري اللي فاتوا. آه ممكن يجيبهم لي. ممكن يجيبه. إزاي؟ سألي. حازم رجع لي 6 سنين من عمري اللي فاتوا. ليه ما تقوليش إن اللي جاي ممكن يكون أحسن من اللي فات؟ أحسن إزاي وبقى أنت دخلت السجن؟ دي حاجة بقت في تاريخك وتاريخي لو ارتبطت بيك. أنت عارف يعني إيه حد دخل سجن؟ يعني هيخلف ولاد إزاي؟ أما أجي أدخلهم مدرسة أو عايزة أدخلهم مكان كويس، مين أبوهم؟ أبوهم عنده سابقة. مفيش حد دلوقتي ما بيغلطش، كل بني آدم بيغلط. في غلط عن غلط يفرق. في غلط عن غلط بيفرق. في واحد يغلط غلط ممكن يعدي ما يوجعش حد تاني، كل واحد حر إن هو يغلط لنفسه لحاله. لكن مفيش حد اداك الحق ان انت اما تغلط تضر اللي حواليك. مين اداك الحق ده؟ انا عارف ان انا ضريتك وضريت نفسي. انا عارف ان انا ضريتك وضريت نفسي، بس انا غلطت واخدت جزائي، وانت ما تعرفيش ايه اللي حصل لي في 6 سنين دول. يعني انت تستاهل، انت غلطت غلط كبير فانت تستاهل. لكن انا بسالك، انا ممكن ارجع عليه. ممكن ارجع عليه. اديني فرصه اتكلم. انا ممكن ارجع، بس هات لي 6 سنين اللي فاتوا من عمري، رجعهم لي. احنا قلنا اللي بيفوت ما بيرجعش، بس ممكن اللي جاي يكون احسن. لا اسمع حازم اماني. اتفضل.
انت عم تلوميه على 6 سنين، ما هم ضاعوا من عمره. هو السبب. انت كنت خارج السجن، هو بالسجن، هو السبب. هو يضر نفسه بحبيل. بس انت ليش ضيعتي 6 سنين؟ ليش ما تعرفتي على غيره؟ لاني ليش ما خلص خطبتي لغيره؟ وتاني اخش تجربه تانية واخش في وجع مش تاني. مش ضروري يكون حياتي بقت احسن بالشغل على فكره. يتاجر؟ لا، ممكن ما يبقاش بيتاجر، بس ممكن يبقى فيها وجع من ناحيه تانية باي طريقه تانية. انا ناجحه في شغلي. يعني عمل لك صدمه؟ اكيد صدمه من الرجال. اكيد. وما حبيتيش تتعرفي على حد؟ لا، ومبسوطه بحياتي في شغلي وناجحه والدنيا ماشيه. والدنيا لكن ماشية. كوني ان انا ارجع، انا ممكن كنت ارجع له لو هو عمل غلط. مش كده. لو كان هو عارف واحده تانية كان ممكن اسامحه، كان ممكن اقول نزوه. وعايزه اسالك، وانت لما تخرج، يعني انت بعد ما خرجت دلوقتي هتشتغل ايه؟ بدور على شغل حاليا، لسه خارج. انت عارفه لسه خارج ما بلاقيش. طب انا عندي فكره احل لك موضوع الشغل. انا اوريدي بشتغل وكويسه في شغلي وبكسب منه جدا. انت تقعد في البيت بقى عشان انت مش هينفع تشتغل، عشان انت عندك سابقه وانا اصرف عليك. ايه رايك؟ هو كل حد عنده سابقه ما بيشتغلش؟ لا، تشتغل ايه؟ سوق توك توك؟ يعني كل حد عنده سابقه ما بيشتغلش هتسوق توك توك ولا ايه؟ لا، هدور على شغل كويس. عندي فين؟ مفيش حد في مكان محترم يقبل حد كتير يشتغل كتير عنده كتير سابقة. لا، في كتير. قول لي مين. لا، في كتير. انت ممكن تشتغل على توك توك، ممكن تبيع حاجه على الرصيف، لكن ان انت تشتغل في مكان محترم مش ممكن، محدش هيتقبلك. فيك ترجع سواق ليموزين مثلا؟ برجع. وانا ما اقدرش بعد اللي انا وصلت له اتجوز سواق. معنى كده ان اي حد غلط و هلا شوفي، بدون ما نخفف من قيمته او نهينه، بكفي اللي هو هلا. انت بس السؤال كان يعني نحن اقتحمنا خصوصيتك، سمحت لنفسي لانه هيدا البرنامج كده. انت القرار عندك، من دون ما تلومي، من دون ما تبهدلي قدام الناس في ملايين عم بيسمعوه. ما هو على فكره اللي حصل معه هلا، انت مش عايزه ترجعي له؟ مش عايزه ترجعي العلاقه معه؟ قولي له بصراحه انه خلاص 6 سنين مرقوا وهذا كان من الماضي، وعلاقتي معك من الماضي، ما في الا مستقبل. كل صراحه قوليها، وانت حره وانت قرارك بيدك ومكرمه معززه عندنا هون. مثل ما جيتي عروس بترجعي بتطلعي. تسلم. بس طلعي فيه، احكي له اللي بدك تحكي له. يا حبيبي هقول لك كلمتين. موقفك دلوقتي زي ما قلت لك ضعيف، انت حتى ملامحك بقت ضعيفه. ما تكسري فيه خلاص. لا، انا اتوجعت فانا لازم اوجعه. حضرتك بتقول لي الملايين شايفاه. مش قصده كان يوجعك. مش قصده، ما تكوني ظالمه. مش قصده كان يوجعك اليك، انوجع هو. هو وقع. وانا اتوجعت. هو وقع، انوجعتي. تفضلي كمل. حازم، انا مش هينفع ارجع لك. مش عشان انا مفتريه او عشان انا بقيت في شغلي حد كويس، يعني عشان انا ما بفكرش في حياتنا انا وانت مع بعض، بفكر في اولادنا لما نيجي يبقى عندنا اولاد. مين ابوهم؟ هيشتغل ايه؟ ابن ما يروح يتقدم لوحده، مين ابوك؟ طيب، فكل الحاجات دي بتقول ان هو ما ينفعش ان انا ارجع لك. خلاص، ما ينفعش. بتمنى لي كل التوفيق، وانت تمنيتي له كل التوفيق، وانا بتشكرك على مجيئك وعلى مشاركتك معنا. الف شكر حبيبتي. تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. شكرا. حازم، يعني انت عملت اللي عليك بس كده. بس ما انتهت الامور. روق روق، الحياه لقدام. مش كل حياتك بهذا الاستوديو ولا هي بالسجن. انت طلعت من السجن وطلعت هلا من الاستوديو، بتطلع من الاستوديو، بتحاول بالحياه، بتحاول بطريقتك بوسائلك، بتشوف ممكن هي قلبها يرجع يرق، عسى ولعل. بتمنى لك كل الخير. مشكور يا حبيبي، خذ بالك من نفسك. اوكي، الله معك، الله معك. يعني ما فيني اضغط عليها كثير اكثر من هيك. مع حق البنت، وهيدي حياتها. انا بعملها كانه بنت بعرفها، كانه بنت من اهلي،
ما فيني اضغط عليها. ارتكب جرم بيدفع ثمنه، بيدفع ثمن اخطائه، انسجن دفع ثمن، هلا بده يدفع ثمن كمان بالحياه.